نجيب حد جديد يعملها. انت عايز صوت جديد وواجهة. صوت جديد يعملها بقى. قافش انت على الموضوع ده. لا يعني عارف خليها كده بتلقائيتها بان انا عملتها دلوقتي بان مصطفى معانا فادانا الكلام ففتحنا الموبايل فطلعت. ولو الناس حبوها وحسوا انها حلوه نقول عايزين صوت مختلف يغنيها ونعملها. والله انت تبقى جميل. تبقى فكره كده جديده. والله بجد انت جميل. يلا بينا. بجد طول عمرك كده ما شاء الله يعني. طيب تقليد العبد لله الطبيعي يعني لما يبقى معايا ضيف بعشقه مش بحبه زي حالاتك كده. حبيبي ابو. واحنا ليله راس السنه و22 دي كانت سكر قوي. ايوه سكر خالص. فهسيب لك الحلقه تختمها. هسيب لك رسالتك للناس ل 23 جيتارك وغنيتك وسلام انا وانت. ماشي. طيب هقول لك على حاجه. ما يعني انا مش هعرف اقول للناس تفائلوا الحاجات دي. فخلينا اقول مثلا ان احنا طبعا خلصنا 3 سنين سواد كورونا. بعد كده دخلنا في الحرب بتاعت اوكرانيا ومش عارف ايه وازمه اقتصاديه عالميه وكل الكلام ده كله. وبعدين هما يعني سنين شويه صعبه كده. فاتمنى ان السنه دي يبقى الطاقة بتاعت كل الناس انها تشتغل. بمعنى ان يعني انا شخصيا بدأت افكر يعني حتى من خلال الحاجات مثلا اللي انا بعملها او في شغلي الشعر اللي انا هشتغل معاهم. يعني خلينا اتكلم على الناس القريبين مني في شغلي. عايز اوجه لهم مثلا رسالة ان هم يطلعوا افكار جديدة. يطلعوا حاجات مختلفة تبسط الناس. يعملوا حاجات فيها طاقة إيجابية وحلوة. نرتقي كلنا مع بعض بشكل الأغنية المصرية ونطلع أفكار مختلفة. ده على مستوى الشغل يعني كل الناس تبقى عايزة ان هو يبقى أجمد واحد. فتلاقي الحكاية كلها عمالة بتطلع يعني. على المستوى الأسري مثلا بتمنى ان يبقى في رحمة ما بين الناس وبعضها جوه البيوت. مش عايز بقى اكبر لك الكلام واضخمه لك واعمله لك اللي هو المتزوق واتمنى لكم الحاجات. بالعكس ده كلام جميل. ان شاء الله تبقى سنه كويسه على الناس كلها وربنا يكتب لنا جميعا كبني ادمين الخير يا رب. ده كل اللي انا اقدر اقوله لك يعني. حلو جميل جدا من قلبك. بس مش يعني ما فيهوش ما فيهوش بقى لا حبيب قلبي وانا بحبكم جدا وبشكركم قوي وانتوا مش عارف ايه انتوا الفريون اللي بيجري في عروقي وانتوا مش عارف ايه حلو قوي كده. طيب اهو ختام الحلقه. ختام الحلقه بديك بوسه من هنا ومن هنا. ماشي. ختام الحلقه ايه بقى؟